ونزور التاريخ القديم والحديث عبر تقديم المعلومات في شكل مسابقات تشجع على القراءة والاستنباط في ميادين العلم والمعرفة وإثراء المعلومات في الجوانب المختلفة وبناء الثقة بالذات وتنمية المهارات العقلية والعلمية وملء أوقات الفراغ بما هو نافع ومفيد، فضلاً عن استمتاعكم في قراءة أبيات من الشعر والاستفادة من العبر من خلال القصص الطريفة المدونة في كتابي. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها طرائف الحكم. وتأسيسا لما ورد، فقد تم تقسيم المسابقات على عدد حروف الهجاء من الحرف الألف إلى حرف الياء، فلكل حرف من هذه الحروف بيت شعر، قصة، وعدد من الأسئلة والمسابقات. يقولون: إن أحببت أن تسعد إنسان فحبب إليه القراءة. أعزائي الطلبة والطالبات، تهديكم كتابي وهو زاد من المعرفة والثقافة والفكر، وأرجو لكم قراءة ممتعة ومفيدة. وفي الأخير أتوجه بالشكر والتقدير إلى الجامعة القومية، والشكر موصولا إلى الدكتورة مريم الشناسي، وإلى كل من ساهم في هذا اللقاء المميز، وإلى الضيوف الكرام، ونشكر لكم حسن الاستقبال وكرم الضيافة. والسلام عليكم ورحمة الله.